السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نسيمة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم بعض الصور لبعض الاعمال اللي كنت قمت بها من قبل، كالنقش على الشمع والطباعة كذلك على الشمع، وتزيين الكؤوس والرسم على الفناجين او الاكواب، وتزيين المذكرات اليومية، وكذلك كاين بعض الشموح هنايا اللي كنت درتها بيدي، يعني دوب الشمع وصنعتها بيدي. غادي تشوفوها ان شاء الله هنايا مع مجموعة ديال الصور. ولا عجبكم هاد الفيديو خليوها لي في تعليق باش ان شاء الله نشارك معكم هاد الاعمال في لي فيديو اللي جايين ان شاء الله. وعملوا لايك وشاركوا هاد الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، واللي زار القناه ديالي عن جديد ما ينساش تفعيل الجرس باش يوصلوا اي جديد من عندي ان شاء الله، وزيدوا دعموا القناه ديالي اكثر واكثر. مع السلامه، وخليت لكم الراحه في فيديو اخر.